الاتحاد تقدم نساء المغرب المنضوي تحت لواء اتحاد مغربي الشغل يشارك وبكل مسؤولية في الحملة الدولية لمناهضة مختلف أشكال العنف سواء منه الجسدي النفسي الجنسي الاقتصادي أو الاجتماعي. Stop of violence. Aujourd'hui c'est moi la victime. Demain elle sera ma fille. Safe workers, safe lives. من أجل عالم خال من العنف. مكان عمل آمن ينقد حياتنا. عدفت مغار درغاز دي قد شريكت لفلاح تمسكت كل يوم. Changeons nos vies sans violence. Garantir ma protection. جميعا من أجل حماية حقوق المرأة في مواقع العمل. دائرة تكوين النقابي والثقافة العمالية تعطي اهتماما كبيرا لهذه القضية ضمن برنامجها المسطر من خلال تكوين المرأة العاملة ووعيها بواقعها وبالخصوص معرفة مضامين وبنود الاتفاقية الدولية 190 لمنظمة العمل الدولية. اتفاقية 190 ستضمن استقراري في العمل وستحمي حقي في العمل المرأة. En tant que citoyenne, salariée, représentante syndicale au sein du UNP et en partenariat avec le réseau danois pour l'égalité, nous faisons appel au gouvernement à honorer leur engagement et à agir d'une manière responsable dans la signature de la Convention 190. صادقوا على اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية. عهد كل يخزين ووعد. عهد تم يقعد 190. تم يقعد 190 لسنو في الجدر تناخ كل يخزين. عاد سيان ووال عاد تم يقان 190 راتيفي لا كونفونسيون 190 بو سوفي دي في لولا ما ديو بتصديق على الاتفاقيه 190 لحمايه المراه والشباب. I'm a young graduate and I ask for the government to ratify the convention 190 for the work without violence. Pour mettre fin à la violence faite aux femmes au milieu du travail. Notre union est capitale.